خبر آخر مشاهدينا الكرام، كنا تابعنا جلسة مجلس الأمن. كان مشروع قرار مصري مقدم يوم الاثنين، وشفنا شفنا التصويت كان بأغلبية مع فيتو أمريكي. طبعا ده على خلفية القرار الأمريكي اللي كان اتخذ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتراف منه أن القدس عاصمة لإسرائيل. طبعا بعد طبعا الفيتو الأمريكي وإلغاء القرار شكلا ومضمونا، كان هناك تحرك من الجانب الفلسطيني والجانب العربي بتقديم قرار أو شكوى أخرى إلى الجمعية العامة وعلى إثره. كان هناك بعض التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو هدد الحقيقة النهارده بوقف المساعدات المالية عن الدول اللي هتصوت لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة غدا إن شاء الله الخميس، بالاعتراف ضد قرار وبالاعتراف طبعا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وده حسب وكالة رويترز. كمان أضاف ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي تعليقا على مفروض اجتماع يوم الخميس بكرة إن شاء الله بالجمعية العامة، إنهم أو الدول يعني الدول اللي بتتلقى معونات تحديدا من أمريكا بياخدوا مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات وهيصوتوا ضدنا، فهنشوف التصويت هيمشي ازاي وخليهم يصوتوا ضدنا وسنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك. مفروض انه الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤلفة من 193 دولة هتعقد جلسة طارئة بكرة ان شاء الله، وده بناء زي ما قلت لحضراتكم على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القرار الأمريكي المثير للجدل وهو بنقل السفارة والاعتراف من قبل ترامب. على العموم المزيد من التفاصيل معنا هاتفيا دكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية. دكتور عبد المنعم أهلا بيك. وأثر هذا التهديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصويت غدا كيف سيكون يا فندم؟ لن يؤثر في التصويت من قبيل أو من بعيد. في تصريح أساسا لرئيسة وفد أمريكا في الأمم المتحدة لهيلي، وقالت فيها أن هي تيك نوت، يعني هتاخد ملاحظة على الدول التي تصوت ضد أمريكا. ففي سلسلة تهديدات يعني موجهة من أمريكا للدول، لكن واضح من قرار مجلس الأمن اللي هو مصر اقترحته وانتهى إلى تصويت 14 ضد واحد إنه المجتمع الدولي واخد قرار فيما يتعلق بهذه القضية. طبعا محدش هيفرض حاجة على الولايات المتحدة الأمريكية، إنما الجانب السياسي والقانوني لها في منتهى القوة، لأنه هيبقى واضح إنه في الجمعية العامة ودي اللي بتمثل زي البرلمان الدولي، بينما مجلس الأمن بيمثل نوع من السلطة التنفيذية. البرلمان الدولي بيقول قرار إنه القرار الأمريكي في الحقيقة لاغي، وإنه كلامه عن إنه القدس تمثل عاصمة لإسرائيل كلام غير معترف به، وبالتالي هيؤدي إلى بعض الدول الضعيفة زي جمهورية التشيكا أو الفلبين أو أي من هذه الدول اللي بعضها ألمح إنه ممكن إنه ينقل السفارة. أعتقد هذه الدول سوف تتردد كثيرا في أن تقوم بهذه ولكن يا الخطوة. دكتور لو تسمح لي، يعني في جلسة مجلس الأمن وهذا الإقبال الدولي على القرار، مشروع القرار الذي قدم، كان من غير تهديد أمريكي، ولكن مع وجود تهديد أمريكي ومع وجود سابقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع متابعة المشهد تحديدا الدولي، وربما أنه قبل كده كان في إلغاء لجزء من المساعدات المقدمة لمصر طبعا في موضوع اخر، ولكن انا قصدي انه المبدا موجود في بالنسبه للاداره الامريكيه. يعني الا ترى انه المشهد هيتغير مع هذا التهديد؟ لن يتغير، قد تختلف نسبه الاكثريه التي سوف تقر القرار. انا يعني اراهن تماما على انه الأغلبية في الجمعية العامة سوف تصوت لصالح القرار. هل في بعض دول دولتين ثلاثة أو أربعة سوف يتراجعوا نتيجة هذا التهديد؟ ده طبعا وارد، لكن ما أعتقدش أنه هيغير من النتيجة الأساسية للتصويت في بشكل الجمعية آخر العامة. يا دكتور، هل يمكن بعض الدول أن تحتجب ربما عن التصويت؟ وارد يعني برضو، بس أكرر أن الأغلبية سوف تكون لصالح القرار.
بشكل سياسي يا فندم، نفترض أن الأغلبية بالفعل صوتت لصالح هذا مشروع القرار، كيف سيفيد القضية في هذا الوقت؟ زي ما قلت انه هنا الموضوع بيخلي عندنا موقف سياسي من المجتمع الدولي، فيجعل دول كثيرة مترددة في انها تقوم بنقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس. سوف يجعل ايضا يعطي للفلسطينيين سلاحا يستخدمونه في المفاوضات اذا ما استؤنفت في يوم من الايام. طبعا احنا نعرف تماما انه لا يوجد في القانون الدولي ولا في النظام الدولي سلطة اجبار، يعني خاصة لو كان هذا الاجبار هيكون للقوى العظمى الاولى في العالم يعني. فلازم نكون واقعيين من الجانب ده، لانه اصلا مش موجود يعني، انما له قيمة سياسية واخلاقية وقانونية كبيرة. مسألة التدويل، إلى أي مدى يا دكتور شايف خطوات الجانب الفلسطيني في تدويل القضية بشكل ناجح وبشكل أذكى ربما عما سبق؟ وفي تحركات على بعض الجبهات، بنتكلم عن الجبهة الروسية، الجبهة الصينية، الجبهة الفرنسية، لتشكيل ربما لوبي دولي لتكون بديل عن الوسيط الأمريكي، زي حضرتك شايف الموضوع ده؟ يعني ما هو اصل انا شخصيا لا ارى انه في حد بديل عن الوسيط الامريكي يعني، بس الوسيط الامريكي لما يبقى وسيط فعلا، انما بينما هو لا يلعب دور الوسيط ويلعب دورا يعني متحيزا بشكل يجعل الوساطه غير موجوده، يبقى احسن ان المفاوضات تقف او تتجمد لمرحله. انما واضح جدا انه في تآلف كبير جدا امريكي اسرائيلي على هذه الخطوه، اللي هي بالفعل يعني افسدت حتى مبادره الامريكيه اللي كانت الناس منتظره انها تطلع، واللي كان جاري عليها مفاوضات صامته ما بين الاطراف المعنيه. لم يصل احد الى اتفاق، لكن كان هناك اخذ وعطاء. أمريكا حبت إن هي أو ترامب في هذه الحالة أراد إن هو يعني يسجل نوع من الهدف، ربما يرى أن جزءا من الرأي العام الأمريكي بالذات الإنجليين الأمريكيين متحمسين لهذه الخطوة، أن هذه الخطوة كانت لها سابقة في قرارات الكونجرس منذ عام 95، أراد أن هو يعمل نوع من التعزيز لانتصاره في القانون الخاص بالضرائب. كل ده وارد كأسباب بالنسبة لترامب، لكن بالتأكيد هي أضرت بموقفه في محاولة التوصل هل إلى هل افهم يا دكتور، بعتذر على المقاطعة، ولكن هل افهم من الجزء الاول من كلام حضرتك انه دور الامريكي لم ينتهي بعد كوسيط او كأي شكل اخر في أعتقد مسارات إنه القضية؟ لن ينتهي بعد. نعم يا فندم، بعتذر. بقول إن هو لم ينتهي بعد. نعم، لم ينتهي بعد. طيب أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمي لدراسات الاستراتيجية.